في البداية بمناسبة هذه الفاجعة الأليمة التي عرفتها مدير إقليمية بأزيلان، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص العزاء وجميل الدعاء برحمة والمغفرة لشهداء الواجب الأساتذة والأستاذات الذين قضوا بالأمس في حادثة سير مؤلمة في أعالي جبال الأطلس بإقليم أزيلان. ثانيا كذلك لا يسعنا كذلك بهذه المناسبة إلا أن نعبر عن رفضنا ويعني تنديدنا بهذه الظروف المأساوية التي تشغل فيها رجال ونساء التعليم خصوصا في العالم القروي والتي ما زالت للأسف لا تعكس المستوى الذي يجب أن يطمح إليه المغرب والمغاربة في المنظومة التعليمية عامة وفي مستوى التعليم وفي ظروف اشتغال الأساتذة. ثم كذلك هذا الحدث الأليم لابد أن نقف عنده لنشير إلى نقطة وهي وقد أشرنا إليها سابقا وهي التفاني في العمل الذي يبديه ويبذله الأساتذة والأستاذات. والحادثة وقعت بالأمس بالأحد ويعكس ذلك المدى يعني الحرص لهذه الأساتذة والأستاذات على الوصول إلى مقرات عملهم البعيدة والنائية في يوم قبل انطلاق الدراسة، حرصا منهم على سلامة الزمالة المدرسية وعلى سلامة التعليم وتمدرس الأبناء في هذه المناطق النائية. وهذا ما هو معروف عند الناس انهم ممكن يلتحقوا بالعمل الا في يوم العمل ديالهم، ولكن حرصا من هاد الاساتذه رحمهم الله تعالى على التفاني في العمل وعلى اثبات الجدار ديالهم وعلى كذلك السعي الى الحرص على تعليم الابناء تتنقلوا وتحملوا عناء التنقل الى مقرات عملهم يوم قبل يوم انطلاق العمل والدراسه اللي هو يوم الاحد. الحادثة مؤلمة جدا، نطالب الوزارة والدولة بصفة عامة الحكومة وكل المسؤولين في هذا البلد بالاعتراف بالفضل الكبير للرجل ونساء التعليم، ثم كذلك بإعطاء القطاع التعليم ما يستحق من العناية والاهتمام ليس فقط على مستوى الإصلاحات والبرامج ولكن حتى على ظروف العمل والاشتغال ديال الأساتذة والأستاذات. أولا خالص العزاء لأسر وذوي شهداء الواجب الذين توفوا في هذه الحادثة المؤلمة صراحة، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تفاني رجل التعليم في أداء رسالته وواجبه رغم يعني الظروف المؤلمة التي يعيشها ورغم عدم وجود تعويضات وعدم وجود وسائل نقل في هذا العالم النائي والقصي والبعيد جدا. من موقعنا كأساتذة نعلن تضامننا المطلق ولا مشروط مع شهداء هذا الواجب، وندعو المسؤولين الحكوميين طبعا إلى العناية أكثر بهذه المناطق النائية، كما ندعوهم إلى الوقوف على الأقل في هذه المحنة مع أسر وذوي هؤلاء الضحايا. هذه الحادثة طبعا ليست هي الأولى وليست هي الأخيرة، فالعالم القروي معروف بمثل هذه المشاكل، ربما الإعلام الآن وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعني تبرز الخبر وتذيعه بشكل كبير، ولكن هناك أحداث مرة عاشها رجال التعليم، الفيضانات، زلازل، مؤخرا الزلزال الذي شاهدناه والذي قضى فيه عشرات رجال التعليم كشهداء طبعا للواجب والرسالة التربوية. اشتغلنا في العالم القروي ونعرف المعاناة الكبيرة جدا التي يقاسيها الأستاذ في التنقل وفي الحصول على المؤونة وفي الحصول على الوسائل الاتصال إلى غير ذلك. تلقينا ببالغ الأسف والأسى الحادثة الأليمة اللي وقعت في منطقة الظلال نواحي بني ملال، الأساتذة والتلاميذ اللي راحوا ضحية حادثة سير، أولا تعازينا الحرة لعائلتهم، تعازينا الكاملة، لأنه من تلقينا هذا الخبر هذا الكل شيء تفجع في الحياة اليومية ديالو، لأنه خبر صادم جدا، وصرت أنه مجموعة من رجال التعليم اللي دائما يتحملون المشاق ديال التنقل في وسائل نقل بعض المرات كتكون صالحة بعض المرات غير صالحة من أجل أبناء ديالنا. هنا كيبان بأنه التضحية ديال رجال التعليم لا ما عندهاش ثمن، ما عندهاش، هي شي حاجة كثيرة. وفي الاخير كنقول لهاد العائلات ديالهم عزاؤنا وعزاؤنا وعزاؤكم واحد، والله يرحم هاد الضحايا، ونتمنى وان شاء الله انه الهيئه والوزاره المكلفه
او الدوله بشكل عام انها تشوف بشكل عام هذه العمليه ديال الترقل ديال الاساتذه، وماشي غير الاساتذه، كاين ايضا الممرضين، كاين الجميع كاع اللي كيخدموا في المناطق ديال الباديه، المناطق الريفيه، يشوفوا شي طريقه كيفاش انهم يوصلوا لاماكن العمل ديالهم مرتاحين، يخرجوا منهم مرتاحين، يمشيوا اسوة بمجموعه من القطاعات الاخرى اللي كيكون عندهم النقل ديال العمل مهم، وما غيلقاو الصيغه المناسبه لذلك.